ربما نحن انتقلنا إلى وسط المدينة، حقيقة لا نعرف مدى أمنها، ولكن كما ترين هي كأنها مدينة أشباح الآن، وهناك حظر للتجوال من فرض من الساعة السادسة، من الساعة العاشرة مساء للسادسة صباحا، وكل الأهالي توجهوا إلى الملاجئ وإلى أنفاق المترو من حيث نقلنا لكم الصورة منذ حوالي الساعة ونصف، و قالوا لنا بأنهم سيمكثون هناك لحين إصدار العمدة إرشادات أخرى فيما يتعلق بما الذي يجب أن يفعلوه. وكنا نقلنا لكم المشهد من على الحدود هنا على بعد حوالي 8 كيلومترات من هذه الساحة يتمركز الجنود الروس، وهناك معلومات تقول حتى هنا يعني عمدة المدينة عندما دعا الناس إلى النزول إلى الملاجئ بسبب إمكانية القصف الذي سيحدث هذا المساء. طيب، هل الوضع الأمني لا يزال على ما هو عليه؟ يعني هل الأوكرانيون لا يزالون في هذه الملاجئ، في أنفاق المترو وفي الملاجئ؟ هل تجري أي عمليات اشتباك مع الجنود الأوكرانيين؟ سألنا في متابعة لما شهدناه بعد ظهر هذا اليوم إذا ما كان هناك أي عمليات اشتباك أو أي تقدم للجنود الروس باتجاه المدينة، يعني كانوا على بعد 8 كيلومترات من هذه الساحة، ولكن كانوا على بعد حوالي 4 كيلومترات من خط التماس حيث كنا متواجدين، وقيل لنا بأن الوضع عاد إلى طبيعته، يعني كل طرف عاد إلى الخط الذي كان يتواجد عليه، وبالتالي لا تقدم لقوات الروسية البرية باتجاه وسط خاركيف، هي لا تزال على الحدود من الخارج. أما بالنسبة للأهالي فلا يزالون في الملاجئ وفي أنفاق المترو، لأنهم البعض قال بأنه لا مكان يتوجه إليه، حتى حركة القطارات مقطوعة وبالتالي لا يمكنهم التوجه. تماما، كنت سأسأل كريستيان، يعني إذا ما قرروا مثلا التوجه على غرار بعض الأوكرانيين في مناطق أخرى إلى المدن في غرب أوكرانيا التي تعد يعني نوعا ما أو نسبيا آمنة حتى الآن، كيف يمكن ذلك على ضوء إيقاف المواصلات كلها؟ هي حاربة. هنا توجد 3 خطوط للمترو، قيل لنا بأن خط واحد لا يزال ساريا والخطان الباقيان يستخدمان من أجل فقط يعني الملاجئ للأهالي. حتى عملية النزوح عن هذه المنطقة وعمليات النزوح بمجمل الأراضي الأوكرانية، نحن تنقلنا في مختلف المناطق وتحديدا اليوم، يعني كنا في كراماتورسك في دونباس ومن ثم توجهنا إلى الوسط في أو أكثر إلى الشمال الشرقي في خاركيف هنا، وعلى امتداد الطريق كنا نرى طوابير السيارات والناس الذين يعني يحضرون أو ينزحون باتجاه مناطق معينة. كانت كما ذكرت معظم المناطق التي ينوون التوجه إليها إما دنيبرو المجاورة على بعد حوالي 3-4 ساعات من هنا، أو مناطق الغرب تحديدا الفيف ومحيطها. عمليات النزوح عادة ربا تجري خلال النهار، يعني وعندما يأتي المساء يمنعون من التحرك، أصلا هناك حظر للتجوال وليس آمنا أصلا يتحرك خلال الليل، لأن القصف الروسي على ما يبدو هذا ما شهدناه بالأمس ومن المتوقع أن نشهده أيضا هذا المساء، بأنه القصف الروسي يتركز عادة خلال ساعات الليل. نعم.